ننقل المشكل نتاع سي صالح. سي صالح يقول لك انا البارح في امان الله ورعايته في شارع محمد الخامس عامل السنتور نسوق منظم، توقفوا دوري، وقفوا عاون مرور. قالوا السنتور موجوده، لقى السنتور قالوا شبيه مرخوف السنتور، قالوا لي هذيك حدي على حد سبطاي نتاعي. عاي سيدي سكت، عاطيني اوراقك، اوراق منظمه. ما لقاش علي حتى شيء، قالوا شبيك لابس شورت، راني في كرهبتي. قالوا تو انت استاذ في بطاقه تعريفك استاذ تعليم عالي لابس شورت، قالوا ماني في كرهبتي، قانون يمنع. قالوا باش نعطيك خطيه. عليه الخطيه؟ على الشورت. يمشي بشويه في شارع محمد الخامس. قال له يا سيد عون الامر راه تعطيني خطيه كي نبدا نزرب، انا راني قاعده نمشي خاطر مناطق العمران هذه، مانيش قاعده نجري 70 مكسب. قال له لا انت تمشي ببطء، ما ممكن ينجر عنه حوادث خطر او تعطيل شارع محمد الخامس. والله واخذ خطيه. لا هو من الناحيه القانونيه ممنوع عليك انك تجري اقل من نصف السرعه المحدده، معناها اذا كان السرعه المحدده 70 ما يلزمكش تجري تحت ال 35. مي جو نو بونس با بلي هو يجري باقل من 35. اذا كان لا لا خلينا نحكي مش زاد ممنوع عليك باش ما تعطلش حركه المرور وانك تجري باقل من نصف السرعه القصوى المحدده. كي تبدا السرعه القصوى المحدده 50 ممنوع عليك انك تجري اقل من 25. في اللوتوروت ممنوع عليك انك تجري اقل من 55. في ال 90 ممنوع عليك انك تجري اقل من 45. هذا الكود لا روت يقولوا معناها انا نمشي هذا يطرح يا عماد. اما الكود لا روت ما يطبقوش في اللوتوروت وقت اللي الكمين الكبار تبدا تجري اغوش. عاد سامحني وين ترى فيها اللوتوروت؟ ما عادش على اللوتوروت. الكمين الكبار في وسط الكيس على اليسار، انا قدامي اليوم صباح هكاك زاده في اللوتوروت الحرس قاعد على اليسار، والكاميون كاميون مع العشره نتاع الصباح شاده اليسار في اوتوروت تونس حمامات، مش نورمال. معناتها ولا الامن قاعد يشوف والحرس قاعد يشوف ولا على باله. لا لا من الجزء مثلا فيش كيف فما برشا هو اذا قال خلينا نقول لك انا حاجه، خلينا نقول لك انا حاجه ولا يقصد نحن كل يوم مش شاد مش شاد. ثم يقدموا فما، لا لا ثم يقدموا، سامحني سامحني، مطيشين في الشمس.